اهلا بكم من جديد. اللي شفتوه حضراتكم ده يعني الفيديو الدعائي بتاع فيلم اسمه جريمة في الهيلتون. الفيلم ده كان مفروض هيتعرض ضمن بانوراما الفيلم الاوروبي اللي يعني هتبدا في القاهره من 8 حتى 18 نوفمبر اللي جاي. في المؤتمر الصحفي مريان خوري رئيسه البانوراما قالت للصحفيين الفيلم مش هيتعرض خلاص بس كده، دون الدخول في تفاصيل او يعني اجابه على تساؤلات كثيره حول هذا الفيلم. الفيلم ده انتاج بدايه العام، هو يعني فيلم جنسيته سويدي لكن دخل فيه دول اخرى في الانتاج، يعني احنا عندنا السويد والدنمارك والمانيا وفرنسا هم اللي انتجوا هذا الفيلم. طيب ايه مشكله الفيلم؟ يعني ايه مشكله جريمه في الهيلتون؟ هذا الفيلم من شاهدوه بيتكلموا على انه دي جريمه بتحصل في فندق هيلتون القاهره، القتل لمطربة بيتورط في هذا القتل برلماني مصري، هذا البرلماني كان صديقا لابن الرئيس السابق مبارك وأحد أعضاء الحزب الحاكم، وإزاي عاوزين يحولوا هذا جريمة القتل إلى انتحار. مش دي المشكلة، المشكلة إن هو بيسلط الضوء على جهاز الشرطة في مصر، على الداخلية، وبيرصد من وجهة نظره كثير من المخالفات والتجاوزات وما إلى ذلك، وبيقول أنه كان بيرصد التجاوزات في هذا الجهاز قبل ثورة 25 يناير. طيب لحد كده كويس جدا. أنا ما يشغلنيش مين مشترك في الفيلم، يعني البطل لبناني سويدي من أصل لبناني، في 3-4 ممثلين مصريين في الغالب مغمورين، يعني مش ملهمش أدوار معروفين بيها، فمش شاغلني هنا الاسماء، لكن في تساؤلات كتيره حول هذا الفيلم وحول توقيت عرضه الان. يعني انت ترصد في فيلم معمول بحبكه هوليوديه بجريمه لجريمه تحدث في الهيلتون كما يعني يسميها الفيلم. الفيلم ده رفض تصويره في مصر، يعني الاجهزه رفضت انه يتصور في مصر، فراحوا طبعا للدار البيضاء صوروه، لكن مستعين بلقطات من الثورة ولقطات من كوبري قصر النيل، يعني بيحاول انه يدي جزء من الواقعية. طيب هذا الفيلم قامت عليه يعني مش عايز اقول هوجة، لكن دار بشأنه جدل. هذا الجدل مقسوم نصين، نص يرى انه لابد من منع عرض هذا الفيلم ليس في مصر فقط ولكن في العالم، لانه فيلم يسيء الى الشرطة المصرية، وناس تانية شايفة انه لا، ما يعني ما ينفعش نطالب بمصادرة فيلم او منع عرض فيلم، لانه ما فيش حاجة اسمها مصادرة برضو ولا في حاجة اسمها منع، لانه اذا انت منعته من ناحية هيعرض في ناحية تانية، يعني تمنع عرضه مثلا في التلفزيون هيطلع لك على اليوتيوب، يعني ما عادش حاجة الوقت اسمها ده ممنوع وده مصادر. انا الطرفين موجودين، يعني في مصر هنا المحامي الشهير الاستاذ سمير صبري رفع دعوة، تقدم ببلاغ لمصادرة هذا الفيلم، وطلب انه الاجهزة تتصدى، لانه انت بتتكلم خاصة انه في معلومات انه هذا الانتاج ليس بريئا، ان هناك منظمات حقوقية كثيرة وقفت وراء انتاج هذا الفيلم، وانه هي بتحاول تصدره، يعني اتعرض في امريكا، بتعرض دلوقتي في كل اوروبا عشان يرسموا صوره معينه، يقولوا لهم هي دي الداخليه المصريه او هي دي الشرطه المصريه او هو ده اللي بيحصل في مصر.